ليلة البارحة كانت ثقيلة وكئيبة. لم يكفني الوقت لتحضير ما سأرتدي، فكنت أول من استيقظ باكرا. حضرت القهوة وهيأت مائدة فطور الصباح، ثم شربت قهوتي على عجل. أديت صلاتي ودعيت الله أن ييسر أمري. اخترت يومها ارتداء التنورة البنفسجية الداكنة المتوردة المفصلة كذيل عروس البحر، وقامصها البنفسجي الرتيب، وحذائي بكعب عالي حتى تراني بأنوثتي الكاملة. ثم حملت محفظتي البنية، كنت وضعت الكتاب أول أدواتي وخرجت. كان يوم الاثنين، والمسافة بين الجامعة والبيت نصف ساعة. ركبت ترامواي، ولأني أحب الجلوس في ركن المقعد المطل على النافذة بقيت أحدق فيها، حيث كان طيفك يرافقني من البيت إلى الجامعة. جو ذلك اليوم كان جميلا، شمسه حريرية لطيفة تتناوب بإطلالاتها مع السحب الرمادية بخجل، كانت تبعث مع كل إشعاع منها نسمات صيفية هادئة منعشة. أما الطريق فهو يعج بالناس، إنه برغم توفر المواصلات إلا أنها متعبة، مليئة بالناس، نادر الحصول على مقعد، بطيئة، تلتهم كثيرا الوقت وتضغط على الأعصاب. أما أنا فكنت قلقة وخائفة، وفي نفس الوقت متشوقة لرؤياك. أتساءل كيف مضى عليك وقت أسبوع من دون رؤيتي، وأنت الذي كنت تقلق في يوم لا تلقاني أو تسمع صوتي فيه. هكذا بقيت مستغربة أمرك، قلقة على نفسي وعليك، وفي نفس الوقت منزعجة منك ومشتاقة إليك.